اهلا وسهلا بيكم، حلقة جديدة ومن برنامج فضفضة نفسية. في انتظار اتصالاتكم ورسائلكم على الارقام اللي ظاهرة على الشاشة. والمرة اللي فاتت اتكلمنا عن الاضطرابات الشخصية، وبدأنا كلامنا عن اضطراب الشخصية الحدية. النهاردة كمان هنتكلم عن اضطراب، بس اضطراب جديد، يمكن مجال جديد من نوعه شوية، مش اكثر انتشارا في مصر، عن مجال علم النفس العصبي واضطراب جديد واضطراب الوعي. هيكلمنا فيه أستاذ محمد عادل السوداني، دبلومة علم النفس العصبي وعضو الجمعية النفسية بالمعالجين النفسيين، الجمعية المصرية للمعالجين النفسيين. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا أهلا أستاذ، شرفت بيك أستاذ رأي. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك. أهلا بك، شرف بحضرتك جدا. في البداية حابين نعرف عن علم النفس العصبي ككل، بقى بشكل عام إيه علم النفس العصبي ده؟ هو علم من احد فروع علم النفس العام، بيعتمد على العلوم اللي حواليه، وهو مرتبط قوي 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 بالحركه الفسيولوجيه للسلوك. ازاي بيتم السلوك؟ عن طريق الاعضاء والحاله الفسيولوجيه بتاعت الشخص. وهو علم بيعتمد على كل فروع العلوم اللي حواليه، سواء علم النفس الفسيولوجي او علم النفس الاكلينيكي او فروع علم النفس بصفه عامه. يمكن هو متقارب جدا مع الجانب الطبي، وده اهميته، وللاسف هو مش واخد مجاله قوي، بس احنا فعلا محتاجين ان احنا النهارده نعرف عنه بشكل واسع جدا، ونعرف بشكل ادق عن اضطراب الوعي. قول لنا اضطراب الوعي ده ايه؟ طب احنا عشان نعرف اضطراب الوعي ده ايه، لازم نعرف هو ايه الوعي. يعني ايه يعني ايه وعي؟ الوعي هو قدره الانسان على التعامل مع المؤثرات او التفاعل مع المؤثرات الداخليه والخارجيه للشخص نفسه بصوره صحيحه وكامله، ان هو يقدر يتعامل مع المؤثرات الخارجيه والمؤثرات الداخليه بصوره صحيحه وفعاله، بدايه من لحظه الميلاد. يعني اول ما الشخص بيتولد، البيبي الطفل بيتولد، لحظه الميلاد دكتور الولاده اول ما بيضربه على ظهره كده مؤثر خارجي بيصرخ الطفل، فدي الاستجابة وهي ده الوعي. دي البدايات الأولى للوعي من لحظة الميلاد، هو ده الوعي. والوعي ليه شقين، شق نفسي وشق فسيولوجي. يعني كأننا لو فقدنا الوعي بشكل مستمر تام على الدف هنا كده عند الوفاة بقى، أو يسبب وفاة. طبعا مفروض ان البني ادم بيخلص الوعي عنده عند الوفاه، لكن للاسف الشديد بيحصل حالات اضطراب وعي لاشخاص على قيد الحياه. بالظبط، على قيد الحياه نتيجه عده بقى امراض او مشاكل سواء عضويه او نفسيه. طب خلينا نتكلم بقى بشكل ادق عن اضطراب الوعي. ايه اضطراب الوعي؟ طيب احنا الاول اضطراب الوعي ده هو فقد وظيفه الدماغ، وفقد الدماغ لوظائفها. يعني بيحصل مشكله تلف في وظائف الدماغ. تمام. واحنا بدور هذا الفقد ان البني ادم لا ما يتاثرش ولا يتفاعل مع المؤثرات الخارجيه والداخليه بصوره صحيحه وكامله. تمام. وبالتالي اضطراب الوعي ده ممكن يحصل بدايات وحاجات بسيطه والناس ما بتاخدش بالها منه، زي بني ادم مثلا بيفقد القدره على التعامل او يعرف المحيط او يعرف التاريخ الوقت او المكان اللي هو فيه. وكان في تفسير لاستاذنا الاستاذ الدكتور حسام موافي ربنا يديله الصحه، ان ممكن الشخص ده حتى يعني مظهر من مظاهر اضطراب الوعي ان الشخص ما يعرفش بقه فين او ايده بتعمل ايه. بالظبط. تساله مين ده يقول لك ده احمد وهو محمد، ينده على ناس توفوا من فتره طويله جدا ما يعرفهمش. يبقى قاعد في المكان مثلا معين تقول له انت فين، يقول لك انا في البيت مثلا، وهو مش في البيت، في مستشفى او في مكان ما اخر. تساله النهارده ايه، ما يعرفش النهارده ايه. مش مدرك لا بالمحيط ولا بالاشخاص ولا بالتاريخ ولا بالزمن. ده مظهر من مظاهر اضطراب الوعي. طيب بعد تعرفنا لده، ايه اللي بيخلي، ايه الاسباب اللي بتخلينا ان احنا نوصل لاضطراب الوعي عشان نتجنبها؟ هو اضطراب الوعي في حد ذاته ده عرض مش مرض. يعني وفي مقاييس لاضطراب الوعي، في مقاييس مشهوره ودقيقه جدا بيستخدمها المتخصصين عشان نعرف مستوى الوعي عند الافراد والاشخاص بصوره ازاي. اسبابه عده امراض، بس من اهمها او على راسها نقص وصول الاكسجين للمخ ونقص وصول السكر. ده من اهم اسبابه. وبعد كده بننزل لامراض بقى كتيره زي تعاطي المخدرات مثلا، ده برضه سبب من الاسباب الشائعه والمنتشره في حالات اضطراب الوعي.
والامراض العضويه بقى زي امراض الكبد والصدر نتيجه نقص الاكسجين وهكذا، امراض كتيره جدا بتاثر على اضطراب الوعي. وللاسف الشديد ممكن اكون انا شخص بتعامل معاه وما اعرفش ان هو عنده اضطراب في الوعي، ما اعرفش، ممكن يكون مش ملحوظ بالظبط. ما هو بني ادم بيتكلم معايا وكده والكلام ده كله، لما اجي اساله مثلا انت فين ما يعرفش، فاقول عادي ده متوه شويه وبتاع. لا ده ممكن يكون مدركه ان هو عنده اضطراب بالظبط، ممكن يكون مظهر من مظاهر اضطراب الوعي. لما اقول له النهارده ايه ما يبقاش عارف ويقعد يفكر شويه على ما يعرف النهارده ايه، طب انت فين، ينادي على اشخاص مش موجودين توفوا من فتره طويله، ده مظهر من مظاهر اضطراب الوعي. طيب خلينا نقول احنا لو عرفنا ان دي اسبابه، تمام، انا دلوقتي قدامي حاله عندها اضطراب وعي، هعمل ايه معاها؟ دور الاهل بقى كاهل ولا كمتخصصين يعني في اضطراب الوعي؟ طب خلينا نقول الاول دور الاهل، انا لو ابني حصل له او اي حد من اللي حواليا المحوطين بيا عندهم اضطراب في الوعي، اتصرف ازاي معاه؟ تمام، هو اضطراب الوعي طبعا لما اجي اتكلم مع الشخص الاقيه مش فاقد القدره على معرفه المحيط والاشخاص والكلام ده كله، ده مظهر من مظاهر اضطراب الوعي. انا كاب مثلا وابني، او كاخ واخويا، او كابن ووالدي كراجل كبير يعني، لان هو بينتشر في الناس الكبار اكتر، لما لاحظ ان في اضطراب وعي، المشكله ان الناس بقى يعني السوشيال ميديا واللي بيتقال على السوشيال ميديا من غير المتخصصين ادي ادويه سيوله، وبيقولوا ادويه تكاد تكون ادويه خطيره فعلا يعني، تسبب مشاكل كبيره جدا، ومع ذلك الناس بتستسهلها والناس فعلا بتنفذ الكلام ده، ان هو يدي ادويه سيوله مثلا وهو المريض ما عندوش مشكله خالص كجلطه ولا حاجه، ده ممكن يكون ضعف سكر مثلا. فاهماني؟ فاول حاجه الشخص لما يحس ان الشخص اللي قدام لازم جهاز سكر موجود في كل بيت. طبعا اقرب صيدليه جنب منك اتصل اعمل جهاز سكر، اعمل جهاز سكر. وليه برضو يعني ملحوظه تانية لازم برضو الناس تفهمها، ان العيان لو هو طلع السكر بتاعه مثلا اقل من 60 ما حاولش اكله ببقه، لان عضلات البلع بتبقى متاثره من هذا الهبوط. كان ممكن يحصل له انسداد والتنفس يقف. بالظبط بالظبط. فيعني يعني يعني طالما في هبوط للسكر اقل من 60 يبقى انا لازم انتقل لاقرب مستشفى او اكلم متخصص وياخد سكر عن طريق الحقنه او حاجه، طبعا تحت اشراف طبي. بالظبط. اما ان انا احاول اكله وهو سكر اقل من 60 فدي بتكون كارثه، بتكون النتيجه ان العيان بيشرق زي ما بنقول كده، ويحصل له التهاب رئوي وحاجات مشاكل تانية هو كان في غنى عنها اصلا. بالظبط. فاهماني؟ فاول حاجه ان انا اعمل تحليل سكر من اي صيدليه جنب مني، ومتهيألي بيوت كتيره في مصر النهارده بقى فيها جهاز سكر موجود ومتوفر. طبعا جهاز سكر لو هو كويس يبقى انا ابتدي اتكلم من المتخصص واوصل لاقرب مستشفى او مكان، لكن ما اديش ادويه الا تحت اشراف طبي. تمام. قصه ادويه السيوله دي القصه دي حتى يعني قاتله، كارثه طبعا، كارثه قانونيه يعني. ده بيدوا ادويه احنا بنعمل عليها مونوتوك، بنعمل عليها تحاليل سيوله وسرعه نصف وتجلط، الدكاتره بالاطباء بيعملوها عشان يدوا الادويه دي. فالناس ما تستسهلش حكايه دواء السيوله، بنسمع على السوشيال ميديا ادي وادي وادي ايه الكلام ده، حد يطلع يعمل فيديو على اليوتيوب او على السوشيال ميديا عامه ادي الدواء ده، والناس تبدا تاخد الدواء ده، ويعني هو المتحمل الذنب بقى وبتكون اعراضه الجانبيه كبيره جدا. ان في مرضى الاطباء مثلا يقررون تدخل بقسطره لشيل هذه الجلطه من المخ، تخيل ان دواء السيوله ده ممكن يعطل العيان 24 ساعه مثلا، اللي هم الوقت اللي لازم يتم فيهم القسطره، العيان يتعطل وما ياخدش فرصته بسبب الادويه اللي بتتاخد عن طريق السوشيال ميديا دي. مصيبه من مصايب يعني، مش ممكن. السوشيال ميديا مش حياتنا، السوشيال ميديا مش متخصص ناخد منه اراء بالمنظر ده، لازم حد دارس المجال بشكل صحيح، لازم اتواصل مع متخصص. بالزبط. طبيب 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 ادويه يبقى دكتور، طبعا ادويه يا جماعه يبقى يعني دكتور. لكن قصه ان انا ادي دواء عشان واحد قال على السوشيال ميديا ادي كذا وادي كذا، مش ممكن. طبعا مش ممكن. شفت حالات كتيره جدا بتتحول من انها حالات بسيطه لحالات نزيف في المخ، وبتحتاج تدخل جراحي بسبب ادويه السيوله دي، كوارث. شفنا الحالات دي مع الاطباء بتوعنا بتوع المخ والاعصاب، ان المريض ممكن يكون مجرد حاجه جلطه بسيطه، ومجرد ادويه السيوله اللي طبعا لا محسوبه ولا محسوب جرعاتها ولا بتكون نزيف وتجمع دموي في المخ، يحتاج لتدخل جراحي فوري عاجل. صحيح. وهكذا. طيب قول لنا ايه الاسباب الثانيه؟ الاسباب الثانيه بالنسبه لاضطراب الوعي طبعا اساس يعني الاساس الطب طبعا الامراض العضويه كتير، والامراض النفسيه مثلا زي حاله الذهول. تمام.
بتعمل اضطراب. البني ادم بيفقد احساسه بالمكان والزمان نتيجه ذهول من مفاجاه ما. يعني انا لو جيت على شخص وقلت له جالك مليون دولار، ممكن الشخص ده يخش في حاله ذهول تخليه مضطرب الوعي. ده من احد الاسباب النفسيه، المفاجات مش بس الحزينه، لا المفاجات الساره كمان. الساره والحزينه بالظبط، اللي فوق المستوى الوعي، اللي فوق مستوى الوعي سواء بالايجاب او السلب. طيب خلينا لما نقول، حضرتك بتقول دلوقتي كمان الاسباب لو قلنا الطبيه جلطات الدماغ، وجلطات الدماغ دي من الاسباب القويه جدا في اضطراب الوعي. ازاي نتفادى جلطات الدماغ؟ وايه الاسباب اصلا اللي بتوصلنا لجلطات الدماغ؟ يعني خلينا الاول نعرف اسباب اللي توصلنا ليها عشان نتفاداها. طيب انا 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 متخصص علم نفس عصبي، لكن مش طب نفس عصب، مش طب عصب، مش طب مخ، مش دكتور طبيب، لكن هقدر اقول لك من خلال ممارستنا ايه اللي ممكن نتفاداه من حكايه جلطات الدماغ لان احنا بقينا نشوفها في سن صغير على فكره. احنا النهارده بيجي لنا شباب 35 سنه و30 سنه عندها جلطات في الدماغ. الشباب دي طبعا لا ممارسه رياضه ولا ممارسه هوايه ولا غذاء صحي سليم. لكن احنا ما نقدرش نقول ان 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 يعني ده هيعمل جلطه الدماغ للاسف الشديد. وطبعا على راسهم التدخين والمخدرات. طبعا دي كارثه المجتمع اللي فئه كبيره جدا للاسف بتتعرض ليها كل يوم، بيدخل تحت الفئه دي ناس يعني. بالظبط. وطبعا السن الاكبر شويه اللي هو ال 50 فيما فوق، طبعا عدم العنايه الكامله بالحاله الصحيه نتيجه مثلا هو مريض سكر وضغطه ما بيلتزمش بادويته ولا التغذيه المناسبه. بالظبط. مريض قلبه وعنده مشاكل في قلبه مش ملتزم بالادويه بتاعته. السمنه ممكن تعمل ده. السمنه طبعا. السمنه والتدخين. طب خلينا نتكلم بقى الجلطه من الجانب النفسي. ايه اللي بيسبب الجلطه دي؟ زي مثلا ما قلنا الاكتئاب والقلق وكده، والستريس، الضغط النفسي. الضغط النفسي طبعا البني ادم لازم يعمل تفريغ لهذا الضغط النفسي من وقت للتاني. الشخص على المستوى العام لازم يكون يمارس هواياته ويخرج لاماكن مفتوحه ويمارس رياضه ويكون له اهتمامات وهوايات يمارسها. الاسترس ما بتفرغش غير بالطريقه دي، سفر، خروج، مصيف، رياضه بيحبها، هوايه بيحبها، عشان الاسترس ده يطلع. كأني من البداية بقى مقتنع ان انا ليا حق لنفسي اصلا يعني. ده عشان ما استسلمش للضغوط وما استسلمش لافكاري. لازم اخرج من الدايرة دي، لازم يكون ليا هوايات وحاجات ان انا ابقى سعيد وانا بعملها. رياضة طبعا حتى ولو بسيطة بتجيب نتائج كويسة جدا 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 طبعا. الاهتمام الشخصي بنفسه، الاهتمام الشخصي، الاهتمام الشخصي ده مش حمى ونظافة وبس، لا، واهتمام بمشاعري وشعوري واحتياجاتي النفسية. الاسترس ريسك عالي جدا 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 في امراض القلب والمخ والاعصاب. طبعا الضغط النفسي النهارده بيسبب جلطات في القلب وفي المخ لشباب صغير جدا فندم 30 سنه وانت طالعه. فلا طبعا، لا طبعا، لازم الاسترس النفسي ده يفرغ عن طريق ممارسه الهوايات اللي احنا بنحبها، نقعد في وسط ناس بنحبهم، نلعب رياضه معينه، نخرج في عيله، في مجموعه، زي ما كان بيحصل زمان. النهارده ما الكلام ده فقدنا كل حاجه. بالظبط يا فندم. طيب بخصوص الشباب الصغير. ايوه. بتحصل كتير قوي اضطراب الوعي بيحصل للبنات في سن المراهقه. ده بسبب نقص وصول الدم للمخ يعني، او ده لو حاله عضويه يعني. الانيميا بتبقى مشهوره قوي في حكايه نقص وصول الدم للمخ. الانيميا في الحاجات دي في السن الصغير عاده. للتغذيه طبعا الاكل الفاست فود ده اللي بياكلوه من بره والتيك اوي والحاجات دي ما بتعمل مشاكل طبعا، ومن ضمنها مشاكل الانيميا، ودي منتشره شويه في الشباب الصغير اللي هم 16 سنه وبتاع، والبنات المراهقه، والبانيك، التوتر والقلق. يعني ده ستريس عالي برضو. التوتر وحاله التوتر في السوشيال ميديا والتوتر العام يعني الناس. طيب احنا بخصوص بقى البانيك اتاك، عشان انا بشوف حالات كتيره بانيك اتاك الفتره دي، والسن بنات واولاد في سن اعدادي وثانوي كده، وبدات الاقي، مع اني كنا زمان نتخيل ان الامراض دي للكبار، للمسنين او لاهالينا يعني. البانيك يعافيهم. البانيك اتاك لا، ومشهور في الشباب والمراهقين طبعا. الشباب دلوقتي هو اقل في السن الكبير على فكره، العكس. طيب هو بس عشان نوضح الاول للمشاهدين، البانيك اتاك دي اللي هو هلع، حاله الهلع. بالظبط. نترجم العربي، حاله الهلع. ايوه، عشان حاله الهلع دي بتبقى نتيجه كانه خوف زياده. الهلع ده خوف زياده، وصل لمرحله اعلى من الخوف.
مع القلق الشديد. طيب ده بيكون نتيجة مثلا امتحانات ونتيجة ضغوطات نفسية ونتيجة كل ده. حصل لي البانيك اتاك ده وحصل لي فقد للوعي شوي، اتعامل ازاي مع انا مثلا من طيب البانيك اتاك؟ البانيك اتاك ده وضع طبيعي ان البني ادم يحصل له نوع من انواع طبعا التخوف، وممكن يوصل لظروف معينه زي امتحانات ثانويه عامه للشباب الصغير واللي بيسمعوا عن هذه الامتحانات واستعداده ليها، ممكن في لحظه من اللحظات يخش قبل الامتحان في حاله البانيك اتاك او حاله الخوف الزياده شويه. انا يعني رايي الوقايه خير من العلاج. اولا ان احنا نهيئ هذا الشاب الجميل للامتحانات ونبسط له الامور، ما نصعبهاش عليه. يعني نحاول ان احنا نفهمه ان هو امتحان، تعمل اللي عليك وتذاكر كويس والكلام ده كله، لكن ما نفهموش انها نهايه الدنيا. انت لو ما جبتش مجموع 100 مش عارف كام مش هينفع، والام تقول انا والله اشمعنا ابن اختك واللي احنا بنسمعه ده. المقارنات خلاص احنا حصل البانيك اتاك. حصل البانيك اتاك وابتدى يتكرر اكتر من مره. يعني في حالات بتيجي يعني يقول لك انا مش عارف سمعت ايه خبر مثلا حاجه بعيده خالص عنه او عن الشاب ده او الشابه دي وحصلت له حاله الهلع. لا طبعا ده لازم عياده نفسيه. وفي طريقتين معروفين جدا اللي هو الفلوينج او الويننج، يعني طريقتين بنعرضه لهذه الحالات داخل العياده بالظبط، التعرض الغمر والانسحاب او الفطام، بنعرضه في العياده للحالات ديت وبنبتدي نتعامل معاه، وان شاء الله يعني بتجيب نتائج كويسه جدا 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 وبتتحسن في العياده بصوره كويسه جدا جدا. طيب خلينا نقول ان احنا دلوقتي خلاص احنا في حاله حاليا عندها اضطراب الوعي دي وفقدت الوعي تماما لدرجه شبه الاغماء او خلاص الاغماء، ما فيش النفس ضعيف، نعمل معاها ايه؟ او ساعات بيحصل زرقان في الجسم او ساعات بيحصل بصي يعني هي طبعا بتفرق من السن يعني سن الشخص ده عنده كام سنه. الحالة المرضية ليه هو ليه تاريخ مرضي بأمراض معينة، بس فقد الوعي تماما ووصل لحالة الزرقان دي ما فيهاش كلام، دي إسعاف، اتصل بالإسعاف وطوارئ المستشفى على طول. فماني ده لو سن كبير لو سن صغير شوية، إيه اللي أنا أقدر أعمله؟ إن أنا أحاول أشوف ما يعني أنا كمرافق أو محيط لهذا الشخص، طالما زرق يبقى لازم أشوف مجرى التنفس بيتنفس كويس ولا لأ، حصل له تشنجات ولا لأ. يعني في حاجات كده لازم البني آدم يبقى عارف فيها، يعني ممكن يكون في حاجة لو طفل صغير مثلا حاجة واقفة، أول حاجة كأن أتأكد حضرتك عايز التنفس شغال بصورة كويسة، مجرى التنفس ما فيهوش مشكلة لو زرق. كأن تمام. حضرتك عايز توصل لنا أهم نقطة، التنفس أولا بالزبط. عشان الحياة بس بالزبط. يعني ده وطبعا يكون في الوقت يعني الاتصال بالاسعاف على طول اقرب مستشفى. طبعا فقدان وعي تماما وزرقان لا لاقرب اسعاف، وعلى ما توصل الاسعاف بكون انا بتاكد بس من مجرى التنفس، وده اهم حاجه ان ما يكونش في مشكله، وبالذات في الاطفال الصغيره. ما وصلش لدرجه الزرقاء بس وصل لدرجه الاغماء ان هو مش موجود، وضعه يبقى عامل ازاي؟ طيب في ناس ممكن نرفع رجل المريض دون لو هو عنده مشاكل في الضغط اصلا وبياخد ادويه ضغط وتعرض مثلا لضغط واطي او حاجه، اول حاجه بفكر فيها ان انا ارفع رجله، مستوى رجله عن جسمه شويه. تمام، عشان يوصل نتاكد من وصول الدم للمخ، طالما انا متاكد ان ما فيش مجرى التنفس شغال بصوره كويسه. لازم نرفع رجله شويه لحين وصول الاكسجين والدم للمخ بصوره كويسه، لحد ما بيجي المتخصصين اسعاف او اتواصل مع طبيب. كان دي الاسعافات الاوليه البدائيه. بالظبط بالظبط. ومرضى الاضطراب الوعي اللي هو المبدئي اللي هو الاولي ده، تحليل السكر اللي انا باكد عليها. يعني ما فيش ادويه نديها لامر الطبي من الدكاتره. طيب لو في امكانيه لجهاز الضغط الديجيتال طبعا موجود. طيب. او بيكون في الاغلب الضغط عالي ولا واطي ولا لا؟ غالبا بيبقى واطي بنسبه كبيره، حاله الاغماء بيبقى بنسبه كبيره. بنتدخل ساعات الناس تقول خد حاجه حادقه. اعتقد ان لو في اضطراب في الوعي بتبقى مشكله في البلع، يعني لو عنده مشكله لو هو واعي وبيبلع كويس معاك ممكن طبعا ما فيهاش مشكله، لكن ممكن يبقى في مشكله جبنه براميلي ولا حاجه. لو الوعي يصل لمرحله فقدان الوعي تماما، لا انا ما احاولش اكله ببق طبعا. لا تمام. طبعا لا، كان نتاكد بس البلع الاول. بالظبط. طيب بعد ما احنا عدينا المرحله الصعبه دي،
دور الأخصائي النفسي؟ دور الأخصائي النفسي، أخصائي علم النفس العصبي، يعني هو ليه دور مهم جدا في حالات اضطراب الوعي. تمام، حالات اضطراب الوعي الخاصة بمرضى المخ والأعصاب زي النزيف والجلطة، وربنا يحفظنا أمراض المخ من أورام وحاجات زي كده. هو بيبقى فريق طبي بيرقصه الدكتور المخ والأعصاب النيورولوجي، دكتور المخ والأعصاب هو يرقص الفريق، لأنه هو اللي بيتحكم في الأدوية والكلام ده كله. طبعا والله الدكتور بيدي أدوية محفزة للوعي، والأدوية دي بتستجيب ببطء، أو هذه الأدوية دي لا تستجيب. في بعض الأمراض إن الدكتور بيدي أدوية تحفيز للوعي لكنها استجابته لها بطيئة أو تكاد تكون معدومة. دور الأخصائي النفسي هنا أو أخصائي علم النفس العصبي بصفة خاصة تحفيز هذا الوعي باستخدام المحفزات الحسية أو محفزات الحواس. تبقى أدوات يعني؟ أدوات طبعا، على السبيشاليست، على السبيشاليست أو السبيشال سنس. تمام، الـ 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 الحواس الخاصة زي السمع والبصر، بستخدم أدوات خاصة بالمشاهدة يعني بصرية، وأدوات سمعية، ترددات معينة على الودن طبعا بتحفز الوعي باستخدام الحواس بتاعت المرأة. طب بخصوص التحفيز حضرتك كنت بتقول لنا عن درجات، اللي قلت لنا ان هو درجات يعني الوعي ليه مقياس. بالظبط، طبعا. اتكلمنا عن المقياس ده درجاته من كام يعني؟ مقياس جلاسكو ده بيستخدمه المتخصصين، هو مش متاح للعوام، متاح للمتخصصين وعلى راسهم الاطباء، وخصوصا اطباء المخ والاعصاب واطباء الحالات الحرجه، هم بيستخدموا هذا المقياس، واسمه مقياس جلاسكو او جلاسكو كوما سكيل، مقياس مستوى الوعي. بالظبط، هو بيحدد لنا مستوى وعي الاشخاص اللي حوالينا، وهو كل من 1 ل 15، وكل درجه بتنقص كل ما بينقص مستوى الوعي، وبتكون طبعا كل ما بينقص. لكن هو المقياس ده ما بيعرفناش ايه سبب اضطراب الوعي، لكن بيعرفنا ان في اضطراب وعي ومستوى اضطراب الوعي، لكن ما بيعرفناش ايه الاسباب. الاسباب دي ليها بقى تشخيصات تانية مع الاطباء، الساده الاطباء يعني. طيب، وفي نهاية الحلقة أنا يعني بشكر حضرتك وعلى المعلومات القيمة جدا دي، وحابين بس إن احنا نقول للناس كأن احنا قلنا في الحلقة دي، إن أول حاجة احنا لما بيحصل اضطراب وعي بنروح للدكاترة، بنتأكد الأول من التنفس، وبعد كده نتأكد من البلع، وبعد ما بنتابع مع فريق طبي تماما بنتابع مع أخصائي نفسي يعمل لنا تحفيز للحواس، وبعد كده الأهل دورهم كبير جدا، ما نعرضش أولادنا للاكتئاب والهلع والخوف والقلق والتوتر، نحاول نحافظ على الجانب ده، ولو في أي حاجة نتابع مع مختص أول بأول. شكرا لكم، في نهاية الحلقة بشكر حضرتك وبشكركم، وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج فضفضة نفسي. أنا أكتر يا فندم، ميرسي جدا، ألف سلامة.